عليكم الاولاد بوسعاده وبوسعاده كالعاده تستحق اي حاجه غير الفلوس كلمني. اليوم الاولاد جبنا لكم موضوع للنقاش، مش موضوع للنقاش، هو جبنا لكم وحيد كالعاده والعويد اول مره يعملها السيد هذا. قال لي قلت لك اكتشاف يا برو، ما كنت ديما تجيب في العباد والعباد شرشي وتلاوي باش نسمعوا وين المره هذه. نسمعك يا اخويا، سمعك المره هذه. كما قلنا لكم الاولاد الموضوع اللي نعملوه هذا كل مره نجيبوا واحد ما عندوش فولوات برشا وما يعملش برشا فيوز، وبتبيع على عرفنا لا نعرفوه نمشيو الرياكتيو عليه، على خاطر احنا نسمعوا الموسيقى المزيانه ونعطيه حق الموسيقى مش حق الارقام. هاك علاش ما رياكتيوش على ساماره والرياكتيو اليوم على فلان مريكا. لا على خاطر مثال قوي هذاك، مثال قوي ساماره ما هبط 3 ولا 4 تراكات واحنا من بات لفتني له زبور، حس في روحي زبور يعني. فهمتني، حس في روحي بالرسمي محلاني. انت يا خويا عندك عاد ثقه في التراك هذا؟ اني خويا هذا تراك وخدمته عجبتني، انا عجبتني خير من خدمه سامر اللي يعمل في الملايين بصراحه. تفرج واعطيونا رايكم. ليتس جو شباب، قبل ليتس جو شباب الغنايه اللي في الماركتينغ الروحي حقي في الانترو غنيت الانترو ابيانتو ان شاء الله تلقاوها على شين يوتيوب ستريت بويز. واذا تحب تتفرج على المواهب اللي في الشارع وعلى دوراننا في ولايه الجمهوريه تبعنا على شين مسعاده ولا شين ستريت بويز باش تلقى الاغنيات اوفيسيال مسعاده. احلى ناس، ليتس جو الاولاد، ليتس جو. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق كنت اقوك العالم والله، كي تعري وتوري مش يقولوا اكبر كل يقولوا فلان ماهوش راجل بنته طلع طلع الله. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق كنت اقوك العالم والله، كي تغنيش تقري وراك تدر حسبها مره، باقي لغة حرقه وشيخة في سد ومبدل بر. اخوي حاضر برا مريق الوليد والله مريق، عامل لها سبونسور ابارامود راهو عرضتني في الانستغرام. ماشي ماشي تلعب باهي مريق كيف والطيب تقطع البيت يا برو امريكان خارج على الاخر توا. شو هو هو كيفني بكله نحكي بالكبير كلامي بدي ولا مزال كيف كبير كلامي قدام ناس كوش تمن بيه عين روكي خونا عم تجي نيكس تمشي الفايدة الفلوس تجي سوي فول اوف جاي مينا تتعين انو نيكا. يعيش في تونس يا برامو اسمعني مو مبهر هو حسب ما فهمت اني فما واحد غض البصر غض البصر برا برو تقول لك الفخر غض البصر نحكي بالكبير كلامي قدام ناس كوش تمن بيه عين روكي خونا عم تجي نيكس تمشي الفايدة الفلوس تجي سوي فول اوف جاي مينا تتعين انو نيكس قندافة والغلطاش كتير تهرب بتسيح حتتكلم الوزير اما كنت حليل راكش تطلع صغير. تعرف شكون ذكرني؟ تعرف شكون ذكرني؟ ذكرني شوكت في رجليا برو، شوكت في رجليك برو، عيط له جينيكك ولا شنو؟ قال لي شوكت في رجليا شوكت فرج اخونا شوكت بكل يا برو. برو مش عادي برو، يدي اسمعني ريق جديد هذا يا صاح. فما لغه الوليد عنده 3000 قداش عنده مهبط؟ عنده 3000 كل نهار 1000 اش قولك انت؟ يا توانسة يا اللي حقروكم يا اللي ظلموكم يا اللي قهروكم بن عليه هرب. كل اش تعرف من المشاكل من الخلطة تحكي على سلاحري تدكين عند الشرطة انتي ترجع للسلطة. قوية قوية. كل اش تعرف من المشاكل من الخلطة تحكي على سلاحري تدكين عند الشرطة تحكي على سلاح تدكين عند الشرطة. سك امك هنقولها تحكي على سلاحري تدكين عند الشرطة مغفاكر هيك للطقة طقة اسمعني يا كبرو انتي ترجع للسلطة طمع في الباكو كاكو الهوندا تحكي على سلاحري تدكين عند الشرطة انتي ترجع للسلطة طمع في الباكو انت تركع للسلطة انت طامع في الباكو تسمع برو انت تركع للسلطة برو اخي يا صبب بالخضرة زباه لا لا جو بيه جو لا لا شبات مقصني وشنو مليك لذي مش يخليها لك صباح نعيش النهار على عصابي طامع في الباكو كاقول هوندا فردة في الساكوش صباح نعيش النهار على عصابي دنيا دار التوا ماكمش صحابي ماكش تقصف قاعد تجري عدابي نجري على الدار قاعد نجري على البابي برو 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 فهمت علاش مرياكتي عليه السيد هذا اليوم؟ مرياكتيش لا على فلوس لا بمزيه لا صاحبي لا ولد اختي راه ريت علاش رياكتيت عليه السيد هذا مختلف
مختلف يا برو ستيل امريكا بامتياز بامتياز بنقمص الدور انت مش بالي امريكي في نيو في نيو ما نعرفش اخويا ستيلات بتاع الموسيقى راهي كثرت برشا راني راك تدوخ راه التراب فيه 5000 شعب نيو سكول فيه 5000 شعب ما تنجمش تسمي يا اخويا لغه خارجه نتاع من الريق مريق الاولاد تسليم في الراحه ما عشتش طحان تمشي وتجي على حاجه كيما الراحه لازم يصحى مانيش طامع باش يقولوا لي صحى ايست كوست لنا يقولوا لي صحى ربح برجوليه رتب التكنيك والفلو نتاعو حتى يقعد يعمل انا 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 غنيه كيكا ما يقولش كلام ما يقولش بارول فماش ريليكس جيم ريليكس ما فماش ليريكس ليريكس ريليكس ما فماش ليريكس جمله تشيخ معاه واسمع شو 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 البربكيو البربكيو الرسمي ناس قاعده تعيش غادي وناس شريب شريبه ريت الجميله اللوطنيه هكي قدره قدره باش يعملوا قدره نتاع اسمها قاعده بالله جواب صحات مانيش طامع باش يقولوا لي صحات ايست كوست لنا يقولوا لي صحات بحات يسال على الاولاد شيختنا منين جيت متاكد في بالك عارفك ومرتو اللي تحوس بكي زيت مش باش تفهمني انت مطرد من السيزيام استاذ في الاولاد على باقه على ورقه نحكي مطرد من السيزيام شنيا مطرد بكي زيت مش باش تفهمني انت مطرد من السيزيام استاذ في الاولاد على باقه على ورقه نحكي كان على الحرقه شيخه على سرقه على واحد تحشيله في عركه باش تاخذ لي طاقه باش تاخذ لك اكا واي واي باش تاخذ لي طاقه باش ناخذ لك اكا شيخه على سرقه على واحد تحشيله في عركه باش تلقى باش تاخذ لي طاقه باش تاخذ لك اكا بلاطه وبلاطه ما فماش ثقه ريت برشا رجال كيف تتبدل بالشيخه تسال برشا ما تحبش الحقيقه تو وقت فلوس باش تجيب اي طريقه تو وقت فلوس باش تجيب اي طريقه برو احنا رياكتيو على الموسيقى رياكتيو على برو حاجة واو ما رياكتيوش على أشخاص صاحبي عطينا موزيكا رياكتيو ما تعطيناش موزيكا خويا نفوت الموضوع بالله حاجة شباب بالله خنقول حاجة راه التنوع نعمة وراه المرشي التونسي كل ما باش تكثر فيه عباد كل ما باش تكثر فيه أسامي كل ما باش يكبر السوق كل ما باش تحسن الأمور أكثر كل ما باش تتشجع العباد اللي عندها فلوس باش تنفستي تستثمر تنفستي خليني في الثقافة عاش خويا بدت تنفستي في المرشي التونسي بالرسمي يا خونا خلي تلقى العباد فرص وخلي تقدم تو انت بجاه ربي بجاه محمد بجاه عز الدين 3000 في 3000 انسان اللي عملوا فيير ما تجيبوش 3000 اخرين كل واحد ما يجيبش واحد صاحب ما تضربوش بالبوني على برودوي ما تقولوش اجا تفرج هذا برو ما تقولوش اجا تفرج هذا حسب الله ونعم الوكيل والهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء ومنا غض البصر يا اخي اسال برشا ما تحبش الحقيقة تو وقت فلوس باش تجيب اي طريقة ايسا ور فليفر نيكز اون ما فون تيل ام اي دونت دو فيفرز يو ستو توك تو ام ناو اونلي توك بيبر ليفين هول لايف فك ذا بيتش ناو سيفر ريت لاكسون ريت لاكسون برو في بالك نتخلى هكاك انا مش باش فيه تونسي اقسم بالله اني كان مثلا هو جي عامل اني ما نعرفش كيفاش وصلني الفيديو يعني كان جي وصلني كيما نقولوا بالمقطع هذا نقول ماهوش تونسي امريكاني شنو هي لقيته ياما في ستوري ياما في ستوري ياما ريل والله مانيش عارف مانيش عارف شيء شباب اللي يعرفوا يحط لنا الوليد منين يا برو يا مين تدعي انه نيكس كونتا فاول غطاش كثير تهرب بتصيح تتكلم لوزير اما حليل ركش تطلع صغير كل اش تعرف من المشاكل من الخلطة تحكي على سلاح ريتوكين عند الشرطة انتي تحكي على السلطة طمع في الباكو كاكو والخلطة ما بنها هذية تحكي على سلاح ريتوكين عند الشرطة تيحلي الحومة هذي هذي استاد في بالي بيا واو مش واو نعرف شنو هو المنزه رادس مش ورادس بتبيع رادس كبير المنزه لا مش المنزه ماهوش المنزه لا اعلم شنو عم كبير مش اسفاقس طنت تبكى على السلطة طمع في الباكو كاكول هوندا فردة في الساكوش عمري ما ننسى منين جيت ديما فاكن بيتشز لويالتي ذا فاملي خوين اسمع علي عمري ما ننسى منين جيت ديما فاكن بيتشز لويالتي ذا فاملي خويتي فاك البيزنس دنيا خذتني وليت نزرب بولا برنو دوبشي عالم اذا بيردي من لو جعت فيه شو كل لك صوت كيفاش العالم اللي بدك خرجت لا خرجنا من الريتش خرجنا من
من الريش ومن الكوريز ومن البيسينات ومن المناظر ومن الدنيا ومشينا للحومة ونكدريو بالصحية صحيت ها. لو جعل فلوسة ما طالب ريسبيس تنمي ميريس لو جعل فلوسة ما طالب ريسبيس خلينا نسمع برو 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 قوية قوية لو جعل فلوسة ما طالب ريسبيس برجولي يعني وليت من بعد ذيك متاع تحكي على شيء تحكي على السلاح اللي عند كان عند الشرطه حتى قويه حتى هذه عالمي ذا بيردي من لو جعت فيه لو جع الفلوس اما تل بريس بيس تنمي ميري سبيس لو كنت عرفت السنين كنت عرفت السنين انا متر سبيس كنت تستاهل جميل لو جع الفلوس اما تل بريس بيس تنمي ميري سبيس لو كنت عرفت السنين كل يوم فيق الصبيح حب نفض مواضيع نحب نعيش مرتاح تونس سميح لو كنت توصل للسلاح تبقى تسمع في السياح وما تيحش الرويح انا اوه برو خرال وليد في بالي بيك متفرج اول مره في الكليب وبش تقول لي يا بسعاده اش بيك توقف برشا نحبوا نسمعوا الاغنيه برا مشيلو مشيلو وكتب له فروم بسعاده احكي ليش برو مام الصبيح ليه بجاه ربي لحظه بجاه ربي لحظه كل لايك وكل كومنتير شجعوا باش احط لنا كليب جديد خويا متوقف ايش على فروم بسعاده ولا يا ودي برا امشي شد العباد من وذناها ولا تحومتك اصحابك الناس اللي تعرفها يا برو هديك ربي ناس حق اني تعمل ارقام برو ناس لازمتها تكون طوندونس هذه شوف ايش اقول لك حاجه انا نعرف ومتاكد العباد اللي ترسبكتينا والعباد اللي تحبنا والعباد اللي شيخه معلي الحاجه اللي نعملوا فيها هي ذي هي في حد ذاتها عباد عندها ما تعمل في الحياه عباد حاسه برواحها وحاسه اللي هي يوم الناس تثبت وجودها لو كان هي مش اساسا مثبتة وجودها في الحياة التجارة عنده بروجرام في راسه يعمل فيه باللي هو أنا عارف خاطر الفاشل الظاهر يجي يسب لك أمك على حد شيء بصفة عامة نحكي فيا برو يا برو قسما بالله راك تحس حاجة مزيانة على الآخر نهار اللي السيد هذا يضرب وتكون أنت دزيت معاه في البدايات هذه متاع نهار اللي أنت شديت 4 5 6 7 8 من الناس اللي تعرفهم وسمعتهم وكل واحد يدخل من تليفون ويحط كومنتير ويسبورتي ويدز ويبارتاجي نهار اللي يضرب الإنسان هذا باش تحس روحك أنت مساعد في حاجة هاكي أبار اللي أنت قاعد تعمل فيه في زيدك تحس روحك تعمل بالرسمي إبداع يا برو واحدة واحدة برو تنكنيش بكفي وجهي زيدك بعد ما لقيته السيئة يا وديك هاو خوي سميح لو كان توصل للسليح تبقى تسمع في السياح وما تيحش الرويح أنا ما عمل الصبيح جدانا في دوري ما حسدتش لي وصلوا ما شمتش في ساح ما حسبش ما غدرتش رغم اللي شيطان انتي فيكو ما غدرتش وش تبقى شيطان جو باهي ولا يتخلي خنعاود نسمع تعبت امي خليه يكمل خنعاود نسمع سكما برو رغم اللي شيطان انتي فيكو ما قدرتش واش تبقى شيطان المينا تتراين ونيكس قندافا والغلطه تصير ضرب بتصيح حتتكلم الوزير اما كنت حليل راك تطلع صغير قول اش تعرف من المشاكل من الخلطه تحكي على سلاح توكل عند الشرطه اش تعرف على سلاح انت توكل عند الشرطه بليده ترجع للسلطه طمع في الباكو شو برو فما لغه جديده اللي ديما نحكي لك عليها جان جان بان بان نعملوا نديروا سلاح في ريتو كان عند الشرطه كذاب انت يكذاب انت ريتو كان عند الشرطه فعلا الولايه فاهم فاش قاعد يحكي لك يسربيلك في لغه جديده البص لا قال لك يا برو البص لا ماكس اقوى سلاح شديته في ايدك بطره انت اقوى سلاح صبرت فيه في الكليب شد بطره ويحكي على الكحكاح يا برا برو فرده في الساكو شوم صبيح نعيش النهار على حسابي الدنيا سابت وماكمش صحابي فرده في الساكو خي نعرف اني ويك بالقدر وكذا والزبي برو لا نعرفك لا تعرف برمشي نيك شنو هذي زبي شوم صبيح نعيش النهار على حسابي الدنيا دارت تو ماكمش صحابي ماكش تقصق قاعد تجري على الدافي نجري على الدرقة نجري على الطابي نجري في الراحة ما عشتش طاحة تمشي وتجي على حجري كيما الراحة لازم الزاحة تماني نجري على الراحة ما جيتش طحان برو ما بلدها يا زب ولا طاحة يقولوا لي صحة ايست كوست تلنا يقولوا في الراحة لازم الزاحة تماني طاحة مش يقولوا لي صحة الاسامي تنحات شميلة الاسامي تنحات يزيو ما يزيو من الاسامي يزيو مانيش طاحة باش يقولوا صحة ايست كوست تلنا يقولوا لي صحة صحة استحقيتها يا برو صحة انت ما عادش فيها ما راك استحقيتها يا برو لما يقولوا لي الصحة هما صحة برو ملا ملا بيت ملا فلو ملا كليب ملا تكنيك ملا 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 ولي ملا ولي برو دو شنية بريساندر شنية هذي يا ريك ما عادش تقرأ بال بريس شنية بريستاندد باي بريستاندد
معناها بريستاندرد الموضوع سمعت برودوسر انا مش بالبرودوسر بريستاندرد باي ام ام جي شارات للام ام جي اخويا ديريكت يا فيك هي فافسل انا عارفها الاولاد جوهم بالي انتريتمون ديريكت باي حسين ذهبي خويا جي جي حسين صاحبي خويا صوت دقة دقة تسمع صافي استوديو ديركت كليب حوت على صاحبي كليبك زبور والله بالرصف يا خدمة استوديو شكون استوديو يعطيكم الصحة كل ليه والله والله خدمة والله العظيم خدمة ممتازة ممتازة هاي سيدي الوليد خلنا ندخل نعمل دورة في الشام وشباب اللي يعرفوا باللي يحطنا متأكد اني شاروت للسيد هذا يعطيه الصحة نظن انتم توا الاولاد فاهمين احنا شنو الكونسيبت متاعنا مش شين اليوتيوب ومريكتويت احنا نسربيوك موزيكا ونعطيو راينا في الموزيك يا منيه شاني فلين تكلاش فلين فلين تعارك مع فلين يدك ويدو يا بروك حق حق ما يهمنيش شكون يعمل فيوز وشكون ما يعملش ما يهمنيش شكون يطلع في التوندونس وشكون ما يطلعش صحيح خويا الغنيات الطالعة طلع لك شينك تقوي لك شينك وتقوي لك فيوزك لكن كيف كيف صاحبي لازم الناس هذية ما نخليوهاش يا سوس يا برو سوس ايه يا سوس يا مالا من بكري تطلو يا اخي لا ممشي يا ذوكم هم لخدمين كليب صنع بسحر ظهالي ولا حاجة للريد ستار سوسة يا مالا كي قلت لك منين شبك يا دنسيت يا برو لازم باش تتق سوسه متاعنا وليله سوسه برو سوسه لازم باش نتقابلوا برو لازم تتعدي فريستايل ونسيبورتيك باللي النجم يا برو بشان يوتيوب بالباش فيسبوك بالانستغرام بجوهره تي في وجوهره فام يا برو يا برو يا برو يا برو يا اسمعني اسمعني كونتاكتي 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 امشي اعمل معها انترفيو كامل حلقه كامله يستحق السيده ولا اشتر حلقه في جوهره تي في والله يستحق انسان يستحق برو ورسم ما يغني خير من برشا ناس في التوب 5 في الراب التونسي ما نقولوش توب 10 موزيكته انا سمعت هذه التراك هذا سمعت له كان هذا خير من برشا ناس من التوب 10 من التوب 5 في الراب التونسي خويا برجوليه يا صاحبي هذه خدمه والرافع عباد اخرى تهبط في خدمه سيدي السيد هذايا خدمته وفي الكليب نتاعو هذا بالاسامي خير من صنفارال البريود الاخرى ثلاثه كليبات الهبطه وصنفارال الكليب البريود الاخرى ديما تعمل فيها القرن العباد وسماره زيد ايش اقول لك راي المقارنات اللي تجوز علاش على خاطر راي ستيلات نتاع الموسيقى تفرق اعطيه هذا انت البيت هذا لصنفارا اعطيه لسمارا اعطيه لدرشكور قول له وريني شنو نعمل وقتها نكوبال وقتها نقارن لكن ما تجينيش يخدم في فايب على التراب ولا يخدم في افرو ولا يخدم في حاجه ولا درين ونجي نقارنه على هذا ما قارن مش كي مش ما نقارنش فاسون تاع الدريب هو تراك برجولي توب على الاخر نحكيو على زوز تراكات انك تجيب تراكات نتاع فلان جيبوا توا فلين اخر تراكات يهبط فيهم وهذا اش قارن اي ما نرجع مش كيف كيف برو نجم الاخر يعطيك حاجه سنتيمونتال ماهيش نورمال على الاخر لكن ما تعطيكش كل الانرجي اللي عطاها لك هذا التراك نتاعو حي فيه انرجي فيه يمكن خويا يمكن اعطيونا رايكم في التعليقات الاولاد في الموضوع هذا برشا قلوب وبرشا حب شراوت لفلين هكاك ولا فلين فلان انا نقرا فلان برو مش نقراك صحيت فلان ما تجيش ما تجيش اما برجوليه برو كمل كيف برو يا برو خليك في التيب حاسيلو يعطيه الصحه الاولاد وان شاء الله باش نشوفوه في كليبات اخرين وخدمه اخرى جديده السيد هذا متاكد راه يجي يقول لك حاجه راه ستيل هذا ما فماش في تونس حاجه كي هيك هيك ما التكنيكات هذه واللغه هذه والدبكه هذه والتيب هذا نتاع الموسيقى خليك فيه يا برو كمل فيه يا برو ومعاك بالبون يا باللي نقدر اني واللي باش يعرضني ونعرفه ينجم يسبورتي ويدز بالجيب بالكف نقول له يشتو اللعبات اش تعمل يا برو راهي لعبات تحت حيط قاعده تبدع يا برو شيء اسف بالرسمي شراوت خويا احلى ناس بلي بلي الاولاد الدار هذه اللي مصورين فيها الكليب وين نحب نكري دار بالبي سي انا عندي عيد ميلاد نتاع واحد صاحبي بسعادة وبسعادة كالعادة تستحق اي حاجة غير الفلوس كلم تنسوناش الاولاد شان يوتيوب ستريت بويز وشان يوتيوب الاخرى اللي قاعدين يدوروا بسعادة تيك توك احلى ناس باي باي